صدى الشارع. بدنا نعرف شو اللي عم يصير. ايوه حتأثر. رأيي ما راح يتغير شيء. طبعا لم تحدد احداث. والله ما بعرف رأيي شو اللي صار. اي طبعا. لا متفق معها 100%. كيف لا؟ صدى الشارع. صدى صوتكم. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على هوا راديو روزنا وأيضا عبر خدمة البث المباشر على صفحة روزنا الرسمية في فيسبوك. اللاجئون السوريون في لبنان من لهم؟ هذا السؤال الذي يطرح بين الحين والآخر مع تصاعد التصريحات السياسية ضد وجودهم، أي ضد وجود اللاجئين السوريين في لبنان، والحديث مؤخرا عن خطة إعادتهم لبلادهم بالتنسيق مع النظام السوري، وقبل يومين تصريح الرئيس اللبناني ميشيل عون بأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء السوريين على أراضيه. في حلقة اليوم من برنامج صدى الشارع نسأل: ما حجم اطلاعكم بداية على أحوال اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام؟ وأيضا هذا السؤال طرحناه عبر صفحة روزنا للتصويت في فيسبوك، سألنا: هل أنت على اطلاع جيد بأحوال السوريين في لبنان؟ أيضا نسأل في حلقة اليوم: هل ينال اللاجئون السوريون في لبنان اهتماما ودعما سياسيا واقتصاديا وقانونيا وحتى إعلاميا أقل مقارنة بالسوريين المقيمين في تركيا أو حتى اللاجئين الموجودين في أوروبا؟ دائما هذه أيضا نقطة نقاش، نود أن نستمع لرأيكم حولها في حلقة اليوم، بأنه السوري في لبنان يعني لا نعرف عنه الكثير. الاهتمام الإعلامي وحتى السياسي والقانوني بأحوال نحو 1,000,000 سوري هناك لا يقارن بحجم التغطية والدعم الذي يناله السوريون في دول الجوار على تركيا، في تركيا على وجه الخصوص أو حتى في أوروبا. أيضا اليوم، وهو سؤال الحلقة الذي طرحناه في المنشور الترويجي للحلقة مع خطر الترحيل وأيضا انعدام الأفق، الإصرار الرسمي اللبناني على عودة أو إعادة السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري وسط ما يوصف بالرعب لدى كثير منهم في حال أعيدوا قسريا إلى مناطق سيطرة النظام، نسأل اليوم: من يقف إلى جانب اللاجئين السوريين في لبنان؟ إذن بانتظار استقبال اتصالاتكم، شاركونا اتصالاتكم، حتى المستمع الذي لا يعرف الكثير عن أحوال وأوضاع أو يسمع أو يتابع أخبار أو حتى تصله أخبار السوريين اللاجئين في لبنان، يخبرنا لماذا برأيه، ما السبب بأنه لا يهتم، لا تصله الأخبار. وأيضا نود أن نستمع لرأيكم حول موضوع نقاشنا اليوم: من هم أو من للاجئين السوريين في لبنان؟ أذكر بأرقام التواصل: واتساب اتصال ورسائل 0995-0253-38، وأيضا اتصال أرضي من تركيا 0854-447-65. ونستقبل الاتصال الأول من بشير. بشير، رحب فيك على هوا راديو روزنا، رأيك بموضوع النقاش؟ السلام عليكم. هل أهلا فيك، هل هناك من يقف إلى جانب اللاجئين السوريين اليوم في لبنان، خاصة مع الخطة التي يقول الرئيس اللبناني ووزير الهجرة في حكومة تصريف الأعمال لا إعادة 15,000 سوري إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، من يقف إلى جانبهم اليوم؟ أنا لا لك شغلي، أنا اتصلت فيك عن تجربة، يعني أنا قضيت 10 سنين في لبنان، قضيت 10 سنين بلبنان وبعدين جينا على تركيا، جيت على تركيا. فالوضع هنيك جد يعني شيء تعيس،
اولا لا يوجد اي منظمه او اي حقوق او شيء مثل السوريين الموجودين هناك بشكل تام، مع انه هن يد عامله قويه وموجوده بلبنان ومتجذره بلبنان، بس للاسف الشديد بلد عنصري بامتياز 100% مو فقط يعني يعني مشكله التعميم لا يجوز طبعا يا بشير. خليني اكفي لك. انا مثلا موجود المشكله نحن راجعانين ل يعني مرجعي بلبنان المرجعيه معامله السوري لمرجعيته شو هي، عرفان كيف؟ يعني اذا كان بمناطق الشيعيه فهو مؤيد للنظام فاكيد هو رح يتدلل ويديروا بالهم عليه ويساعدوه، واذا كان بمناطق بمناطق طرابلس اكيد رح يعينوا يساعدوه، بس بالنهايه نحن اداه سياسيه موجوده هنيك، الطرف المو راضي عنا بده يقلعنا. اليوم حسب متابعتك لكل هذه التصريحات، ما الذي تغير ربما عن الوقت اللي كنت فيه؟ هل تجد بأنه في رفض من منظمات حقوقية، منظمات إنسانية، مفوضية اللاجئين أيضا تابعة للأمم المتحدة رفضت الخطة التي تحاول بأن تفرضها الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ سوري؟ هناك أيضا سؤال، هل ترك هؤلاء وحدهم حسب اطلاعك ومتابعتك؟ أكيد هن متروكين بالأساس لوحدهم. من الأساس ليش من أول طيب؟ ما راحوا النزوح، لأنه حتى مفوضية الأمم الموجودة هنيك يعني أنا بتذكر كان عندي كارت هنيك يساعدني في المناظرة بمقابل 30 دولار. أنا 30 دولار شو بتساوي معي هنيك؟ يعني 30 دولار شو بتطعميني شو بتشربني؟ وبدي روح أتعرض للمزلة قدام الماركت اللبناني اللي أنا ما بصير فوت عليه لبين ما يخلص اللبناني تسويه ويطلع. يعني ما في أي رعاية صحية. الخيارات اليوم، الخيارات حسب أنت، يعني أنت وصلت إلى تركيا، اليوم السوري المعرض لخطر الترحيل، سوريا بالنسبة له ليست آمنة كما تقول التقارير الحقوقية والتقارير الإنسانية، وأيضا هناك تقارير نشرتها روزانا سأشير لها في الحلقة بأن هناك كثر من السوريين مهددين في حال عودتهم لمناطق سيطرة النظام، إما للتغييب أو الاعتقال أو حتى القتل. اليوم شو الخيارات المتوفرة عند هؤلاء؟ للأسف الشديد ما في خيارات. إنه لشوف الأمم المتحدة الموجودة هنيك، لأنه الترحيل عم بيصير قصري، اللي بيقول لك ترحيل كيفي مستحيل. هنيك السوري قد ما عم بيتعذب وقد ما عم بيتعامل بطريقة كثير سيئة. أنا أول الناس تعاملت فيها، يعني أنا أول الناس تعاملت بطريقة يعني مجموعة شباب لبنانية، بس لأنه مجرد أنا سوري وأتكلم يعني بحكي سوري يعني تعرضوا لي. حتى أنا وأنا ساكن ببيتي تعرضوا لي، ليش أنت سوري؟ خلص أنت ما بزر تكون موجود هون. فهدول ما رحنا نروح نشتكي، ما في فايدة عند الدولة، ما في فايدة. فالله يعين ويساعد، بتمنى من المنظمات الموجودة هنيك أنه تساعد هالناس هي اللي قاعدت بالخيم وما في أكل ولا في مساعدات، ويمكن المساعدات الشعبية اللي عم تساعدهم في بعض الأحيان بطرابلس أو بصيدا، بس للأسف ما في يعني قبل يعني ربما نستفيد من اتصالك بما أنه كنت في لبنان وأيضا أنت الآن في تركيا. بالمقارنة، هل هناك اهتمام ودعم إعلامي وسياسي واقتصادي وقانوني للسوريين في تركيا أكثر كما يقال من اللي أكيد يحصل عليه اللاجئ السوري في لبنان؟ أكيد، لأنه هناك الإعلام كله مغيب، ما له حق أي شيء نهائيا. بينك بتركيا بلبنان الإنسان عايش بس عم بيأكل ويشرب، ما في شيء له، لا حقوق إنسان، لا حتى بده يروح يتطبب، طبابة ما في، بمصاري ما في شيء بالمجان عندهم. أشكرك يعني جزيل الشكر على اتصالك بشير. يبقى جزيلة. هذا رأي بشير وهذه تجربته الشخصية. طبعا لبنان حسب الأمم المتحدة هو بالأصل بلد يعاني أزمة اجتماعية واقتصادية لم تشهدها البلاد منذ عقود. يعني المقيمين في لبنان حسب أيضا تصريح لرئيس المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوتشيانو قال في وقت سابق بأنه الأزمة الاقتصادية اللبنانية تسببت بواحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البلد، إذ تدفع الظروف الاقتصادية اليائسة المتزايدة بعدد متزايد من الأفراد في لبنان إلى المغادرة بطرق غير آمنة
هناك حاجة ماسة إلى بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير النظامية وإلى دعم سبل العيش وتحسين وصول الخدمات في المجتمعات المعرضة للخطر. إذن اللبنانيين هم بالأصل يعيشون أزمة اقتصادية واجتماعية وأيضا سياسية غير مسبوقة، واللاجئ السوري الذي يعاني بالأصل هذه ربما التعقيدات مركبة عليه والضغوط يعني مركبة بالنسبة لحالة السوريين الذين تقول الأمم المتحدة بأنه في نهاية عام 2020 تم تسجيل حوالي 865,531 لاجئ سوري لدى المفوضية في لبنان، وهو انخفاض بمقدار 49,000 منذ نهاية عام 2019. إذن في عام 2020 في نحو 865,000 لاجئ سوري فقط المسجلين عند المفوضية. الحكومة اللبنانية تحاول القول بأن الرقم هو 1.5 مليون وبأن ليس كل السوريين مسجلين لدى المفوضية. رح أشوف إذا معي اتصالات وأذكر بأن باب المشاركة مفتوح للجميع، شاركونا رأيكم، أيضا حجم اطلاعكم على أخبار وأحوال اللاجئين السوريين في لبنان. إذن في تصريح أخير قبل يومين لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، قال بأنه سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلف الأمر، فضلا عن أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان. قال بأن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة النزوح السوري، ونأمل من الدول الصديقة دعمنا، لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين إلى بلادهم. هذه النقطة جدا مهمة، بأنه الحكومة اللبنانية وأيضا رئيس عون يحاول الترويج حسب منظمات حقوقية بأنه النظام يدعو لاستقبال هؤلاء وبأن الوضع آمن، حتى بأنه الرئيس عون في تصريحه الأخير أمام وزير كندي قال بأنه لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات، لأن نحو 500,000 سوري عادوا من لبنان إلى سوريا ضمن مجموعات نظم عودتها على دفعات الأمن العام اللبناني، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن أن المسؤولين السوريين يعلنون رسميا بأنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة. منظمة Human Rights Watch كانت قد أصدرت في تشرين الأول عام 2021 تقرير وثقت خلاله الانتهاكات التي واجهها اللاجئون العائدون من لبنان والأردن إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 على يد النظام السوري والجهات الموالية له. هذا اللي يحاول الرئيس عون نفيه. المنظمة Human Rights Watch بتقرير حياة أشبه بالموت قالت بأن سوريا ليست آمنة للعودة، الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين. في عينة التقرير 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم وثقت المنظمة 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، 13 حالة تعذيب، 3 حالات اختطاف، 5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة اعتداء جنسي مزعوم. لفتت المنظمة في تقريرها أنه رغم مستويات الضعف المتزايدة في لبنان والأردن إلى أن العدد اللاجئين العائدين طوعا إلى سوريا لم يشهد ارتفاعا ملحوظا، وغالبا ما يتعرض العائدون إلى ضغوط شديدة مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد. إذن ما تقول المنظمات الحقوقية والإنسانية، وأيضا هناك تقرير نشر على
مرتين يعني التقرير على جزئين للزميلة باسكال صومة على موقع روزنا وأيضا نشر على موقع درج بعنوان رعب العودة إلى سوريا الأسد لاجئون في جبال لبنان ومخابئ سرية خوفا من الترحيل. هذا التقرير وسنضع تقرير الروابط في الفيسبوك على رابط البث المباشر يتحدث وأيضا يقول بأنه السوريون هناك عدد منهم يعيش حالة رعب حقيقية في حال عودته إلى سوريا. هذا أيضا ينافي ما تحاول الحكومة اللبنانية قوله. إذن رح أشوف إذا معي اتصال أو لا، إذا ما معي اتصالات ويسعدنا دوما بأنه نسمع رأيكم، حتى إذا ربما إذا ما في اتصالات يعطي انطباع أنه ما في اهتمام أو ما في اطلاع على الموضوع، اتصلوا وخبرونا ليش ما في اطلاع. هذا أيضا يعطي مؤشر، وأيضا من الضروري وهو واحد من نقاط ومحاور نقاشنا في حلقة اليوم، لماذا لا يسمع أو لا يهتم سوريون بأحوال اللاجئين في لبنان؟ ريثما نستقبل اتصالات في حال وردت. اسمحوا لي بأنه ننتقل لا مشاركة وردتنا أو سألنا عدد من الأسئلة للصحفي السوري مصطفى أبو حسنة مقيم في لبنان متعلقة بموضوع النقاش، أرسل لنا تسجيل صوتي نستمع له ومن بعده نستكمل النقاش. في الحقيقة يعني لا يعلم إلى الآن السوري إن كان متروك لوحده أو ممكن تكون عم تتدخل المنظمات أو المفوضية لحمايته، إذ ما قرر النظام اللبناني إعادة النازحين بأسلوب قسري وفق القوانين اللبنانية. ولكن من حيث المبدأ منشوف أنه ردة فعل المفوضية كما صرح الوزير اللبناني عصام شرف الدين بأنه المفوضية رفضت طلب لبنان بإعطاء المساعدات للنازح ضمن سوريا، كما أعتقد أنها تحدثت عن قصة اللاجئين المعارضين سياسيا، لأنه يعني لبنان بلش اليوم يعني الجديد في هذا الخطاب بأنه بلشوا يفرقوا بين النازح اللي ما عليه مخاطر أمنية وبين اللاجئ السياسي، وحكيوا بأنه كانوا عم يتفقوا مع المفوضية على آلية بأنه المعارض السياسي اللي عليه مخاطر أمنية ممكن يكون عم يطلع على دولة ثالثة. فحدث أن تفاعل المنظمات الدولية أو مؤسسات المعارضة يعني لا مش عم يكون بالمستوى المطلوب، مش عم يكون بالمستوى المطلوب، يعني فقط هي بتكون عبارة عن ممكن تقرير بسيط لمؤسسة إعلامية للمعارضة أو تصريح غير مباشر لأحد الأشخاص المؤثرين بالمعارضة، ولكن ما في هالرد القوي. يعني مثلا يعتمد الخطاب العنصري في لبنان في معظم الأحيان على التدليس، يعني على معلومات مغلوطة، مثل قصة أنه كل السوريين يحصلون على مساعدات وهم يقبضون بالدولار وهم المسؤولون عن كذا وكذا وكذا. هلا هذه الحقائق اللي بيعرفها هي الدول المانحة، هي المنظمات اللي عم تمنح، وبالتالي هنن اللي بيمتلكوا الحقيقة وبيمتلكوا أدوات الرد وتكذيب هذا الخطاب، ولكن قلما ونادرا أنه ما يكونوا عم يحكوا. هلا المطلوب أول شيء يكون في تدخل جدي وفعال من قبل المفوضية والجهات الدولية وكل الدول الصديقة للشعب السوري بالضغط على الحكومة اللبنانية بعدم إعادة أي لاجئ عليه مخاطر أمنية في سوريا، وإن كان يعني ولا بد بأن لبنان بده يرجع نازحين من لبنان على سوريا. نحن بنعرف في كثير من بين السوريين الموجودين في لبنان إنهم منتحلين صفة لاجئ، في منهم هون بسبب الشغل، في منهم هون سياحة، في منهم هون قاعدين فعلا كرمال المساعدات، ولكن في قسم معارض عليه مخاطر أمنية. فأول شيء يكونوا عم يفرزوا بين هدول الناس ويكونوا عم يتعهدوا أنه أبدا ما يكونوا عم يسفروا أي حدا معارض عليه مخاطر أمنية.
إذن استمعنا لعدد من النقاط اللي أجاب فيها الصحفي السوري مصطفى أبو حسنة المتواجد في لبنان على أسئلتنا، يعني ذكر عدد من النقاط المهمة. أيضا هيومان رايتس ووتش يعني رفضت إعلان وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين عصام شرف الدين بحكومة تصريف الأعمال عن الخطة الحكومية للبدء بإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى سوريا، بقوله بأنه الحرب انتهت والبلد أصبح آمن. قالت بأنه ما يثير القلق هنا بخلاف أن هذه الخطوة ستشكل انتهاكا واضحا لالتزامات لبنان الدولية، هو أنها تنفذ بدون مشاركة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. قال شرف الدين بأن السلطات رغم ذلك تخطط للمضي قدما، وطلبت من المفوضية تعليق المساعدة عمن يختارون، وفيما يتصل بنشطاء المعارضة ممن قد يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت. تقول هيومان رايتس ووتش اقترح الوزير ترحيلهم إلى دول ثالثة أو تعهدهم للحكومة السورية بعدم الإضرار بالدولة السورية. وهذه النقطة اللي ذكرها الصحفي السوري مصطفى في المشاركة الصوتية، يعني اللي عنده نشاط معارض يا أما يجري ترحيله إلى دولة ثالثة أو يقدم تعهد للنظام السوري بأنه أتعهد بعدم الإضرار بالدولة السورية والأمور يعني ستصبح على ما يرام، حسب وزير الدولة اللي كان في دمشق منذ أيام. وأيضا سأتطرق لهذه الزيارة. تقول هيومان رايتس ووتش بأنه عكس تصريحات الوزير، سوريا ليست آمنة للعائدين، إذ واجه العائدون انتهاكات حقيقة ترقى أي إعادة قسرية إلى سوريا إلى مصاف انتهاك لبنان الالتزام بعدم ممارسة الإعادة القسرية، أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد. يعني تقول هيومان رايتس ووتش بأنه الإعادة القسرية هي بمصاف انتهاك في حال طبقت لبنان خطتها. مع اتصال من السيد أبو نديم عبر الواتساب. سيد أبو نديم أرحب فيك على هواء راديو روزنا. حسب اطلاعك هل في اهتمام، هل في اطلاع جيد من قبل السوريين على أحوال وما يعاني منه السوريون اللاجئون في لبنان؟ السلام عليكم أستاذ محمد. أولا أهلا فيك أستاذ محمد. الرحمة للشهداء في مدينة الباب اليوم، يعني المجزرة هي الكبيرة أمام الشهداء والشيخ الجرحى. أولا يعني هي شغلة تبتعلم من شوي حلا حتى الله ما نعمل وكيل، وأنا تمنيت يعني أقدر أشارك وشاركت معك بهالحلقة. الله يبارك فيك. فالله يرحم الشهداء والله يهونه الله يكرمك. أنا عندي اطلاع كبير كبير على الأوضاع اللاجئين في لبنان، لأنه عشت فترة طويلة بلبنان وبعرف، ولحد الآن في عندي أصدقاء بلبنان إن كان لبنانيين وإن كان سوريين، يعني كثير موجودين في لبنان أستاذ محمد. طيب كيف شايف الأوضاع لوين رايحة؟ هل ستمضي لبنان قدما بخطتها بإعادة اللاجئين؟ الوزير يعني التقى بوزير عصام شرف الدين، التقى بوزير الداخلية محمد رحمون بحكومة النظام، أيضا مع وزير الإدارة المحلية، يقول بأنه في استعداد تام لإعادة هؤلاء. أستاذ محمد، أنا وقت بيها كنت أحكي مع شخص بيرك بالبحار منطقة اسمها زحلي، تعرف أنت يعني معروف زحلي. قلت له كيف الوضع؟ أنكو عم تحاول أنه والله الوضع يعني اللي بيرك بيروت شكل واللي بيرك بالمناطق البحار شكل. أستاذ محمد، فاللي بيرك بيروت عليه ضغوطات كثير كثيرة، يعني أنا فيه وعلى واثق من كلامي، اللي بيرك بيروت ومو مثل اللاجئين او اللي بيركين بالمخيمات هني عليهم لسه وضع اكثر. الوضع المخيمات مثلا مثل بدل بعلبك او اللي بعلبك، ففي مخيمين هنيكي عليهم ضغوطات، وهني ما كانوا من الاساس لاجئين، هذولي كانوا عمال زراعه، يعني صاروا يضمون مع اللاجئين اللبنانيين نفسهم، صاروا يضمون لهذول المزارعين، صاروا يعدون انه هدول لاجئين، وهدول مقيمين من 15 سنه من قبل الحرب، عرفت علي استاذ محمد؟ فالامر عن جد خطير عليهم. وفي انا شخص من عنا من البلد، عدم ذكر اسمه، الزلمه عم قال لي بس بدي اطلع على تركيا، يعني صار له 5 سنين ما عم بقدر، لانه بس نزل على سوريا راح يشيل،
بده يمر جبالي على حدود سوريا، بده يجي على تركيا ليقدر ينزل ليشوف عائلته، وما عم بيقدر لا من هون ولا من هون، وضعا سيء للغاية يعني. فالله هيك يهونا ونلاقي حاله، ونتمنى من الحكومة التركية يعني بهالشأن اللي اليوم جرى الباب هي إيدها على الأراضي اللي فيها الثوار، على الأراضي خارج النطاق قسد وخارج نطاق النظام. فالأمر هذا خطير اليوم، مجزرة كبيرة كبيرة. الله يرحم الشهداء، برجع بكرر، وبتمنى من الحكومة التركية هي تحط إيدها بقى وتخلصنا من هاللي عم بيصير بهالبلد هاي. الله يكرمك. أشكرك جزيل الشكر على اتصالك سيد أبو نديم. يعني يبدو بأنه السوريين في كل مكان يراقبون التصريحات السياسية وأيضا مستقبلهم بتوجس، سواء في لبنان أو حتى في تركيا. وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في حكومة النظام السوري بحث مع وزير المهجرين عصام شرف الدين اللبناني خطة موضوعة من قبل الجانب اللبناني لإعادة المهجرين السوريين لديارهم، والإجراءات المتخذة من قبل جانب النظام لتوفير عودة آمنة وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة. بإحاطة صحفية للوزيرين قالوا بأن هناك توافق في الرؤية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء سانا، هناك توافق في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين، وليس فقط 15,000 مهجر شهري كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني. قال الوزير مخلوف بأن مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية، وأكد بأنه من أولويات الدولة السورية تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى ديارهم وإعادة تأهيل البنى التحتية. طالب الأمم المتحدة بأنه تكون شريك فاعل بعودة المهجرين. الوزير اللبناني نوه بالتعاون اللي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة المهجرين، قال بأنه تم بحث الخطة بتفصيل ودقة، وأبدت الدولة السورية استعداد لاستقبال جميع الراغبين. أشار بأنه مرحلة التعافي التي بدأت تشهدها سوريا أسهمت في تخفيض عدد مراكز الإقامة المؤقتة من 532 إلى آخره. يعني أيضا النظام السوري حسب تقارير الحقوقية والصحفية يحاول بأن يستثمر بملف عودة اللاجئين من لبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ليقول بأن الحرب انتهت، هناك لاجئين يعودون، لا أحد يحاسبهم، على عكس ما تقوله التقارير الحقوقية بأنه في اعتقال تعسفي، في إخفاء قسري، أيضا في حالات اغتصاب. في سيدة ذكرت بأنه تعرضت للاغتصاب هي وطفلتها عند مركز حدودي في لبنان، بتقرير لمنظمة حقوقية كنا أوردناه في حلقة سابقة من حلقات صدى الشارع. أيضا وزير المهجرين بزيارته لدمشق عصام شرف الدين التقى بوزير الداخلية اللواء محمد رحمون، اللواء اللي أكد بأنه قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين إلى سوريا. إذن يبدو هناك في سعي وتحرك مكثف في الآونة الأخيرة باتجاه تنفيذ هذه الخطة، لا إعادة 15,000 لاجئ سوري على الأقل شهرياً. تقول لبنان بدعم أو من دون دعم مفوضية اللاجئين. مفوضية اللاجئين كما ذكرنا تقول بأنه هي لا تدعم هذه الخطة. على ذكر الإحصائيات الأممية لمفوضية اللاجئين، قالت بأنه 89% من العائلات السورية اللاجئة الموجودة في لبنان تعاني من فقر مدقع. 89% يعانون من الفقر الشديد. نظرا للاحتياجات المتزايدة، وجد العديد من اللاجئين أنفسهم مضطرين لاتباع آليات سلبية من أجل التكيف، مثل تخفيض عدد الوجبات، إخراج أطفالهم من المدارس، عمالة الأطفال والمديونية، والتحرك بدافع من اليأس للقيام برحلات عن طريق البحر إلى قبرص
أيضا هناك اتجاه لقوارب بطرق غير شرعية إلى قبرص، وكان هناك عدد من حالات الوفاة لسوريين غرقا في البحر خلال هربهم من لبنان إلى قبرص. كما تعرض العديد من اللاجئين تقول المفوضية للطرد من منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات. يعني تقريبا هذه أغلب المعلومات. أيضا للأسف بالأمس كان هناك حريق ل18 خيمة للنازحين أو اللاجئين السوريين في عرسال، يعني اقتصرت فقط على الأضرار المادية، لكن 20 عائلة تجد نفسها بلا مأوى فجأة تناشد لا تقديم المساعدات وخدمات الطوارئ المباشرة. إذن وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج صدى الشارع. حاولنا خلالها بأنه نعرض أغلب المعلومات الواردة حول يعني ما يتصل بشؤون اللبنانيين. بقي أيضا أن أذكر برقم مؤسف، هناك 300,000 طفل من اللاجئين السوريين ممن هم في عمر المدرسة الذين تبلغ أعمارهم بين 3 و18 سنة. تقول مفوضية اللاجئين بأنه هؤلاء 300,000 هم خارج أي نوع من أنواع التعليم. وصلنا إذن لختام الحلقة. بقي أن أذكر لمن يرغب بقراءة تقرير الزميلة باسكال، سنضع الروابط أيضا موجود على موقع روزنا بعنوان رعب العودة إلى سوريا الأسد، فيه الكثير من المعلومات. سألنا في فيسبوك سؤال للتصويت، هل أنت على اطلاع جيد حتى نأخذ مؤشر إلى أي حد السوريين يتابعون أخبار وأحوال اللاجئين في لبنان الذين هناك خطر حقيقي لترحيلهم قسرا إلى سوريا، وأيضا موجة من التصريحات المتصاعدة ضد وجودهم في لبنان الذي يعاني من هذه الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحادة في الآونة الأخيرة. 60% قالوا بأنهم لا يملكون اطلاع جيد على ما يجري للاجئين السوريين في لبنان، و40% قالوا بأنه نعم نحن نطلع جيدا على أحوال اللاجئين في لبنان. وصلنا إذن لختام الحلقة، أترككم بعد نصف ساعة من الآن تقريبا مع الزميلة ليلى ببرنامج ميكروفون. تقبلوا تحياتي أنا محمد الحاج، وأيضا عقبة على الإخراج الصوتي، وأيضا الزميلة كاتيا وكل من أسهم بإعداد هذه الحلقة. أيضا أوجه شكر خاص للصحفي السوري مصطفى أبو حسنة، وأيضا للزميل الصحفي علي محاميد. نلقاكم يوم الثلاثاء القادم بموضوع نقاش جديد من صدى الشارع. دمتم بخير. صدى الشارع، صدى صوتكم.